والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا نحمدك على كل بركاتك وعطاءاتك وآلائك، اللهم نقدسك حق تقديس ونلوذ بقرب منك ونطمع في المزيد من محبتك. اللهم سترتنا وقللت من عيوبنا وباركت في تعليمنا، بفضلك نكون خير الأمم وبعزتك نكون منتصرين على من عادك. ربنا زدنا ولا تنقصنا من عطاءاتك، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة. ما زلنا بصدد الحديث بفضل الله تعالى عن بعض آيات من سورة النساء. نرجع إلى الآية التي بدأنا بها، آية 144: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. واضح، لا يجوز أن نقبل أن ندخل في علاقات ما لا يكون المنتفى بها هو الكافر والمنافق على حساب الصدق مع الله، لا يمكن. ولماذا ليست هناك أمة إسلامية؟ لأن المعقول هو أخذ الكافرين ما مكنهم أولياء من دون المؤمنين، لذلك السخط قاعد ينزل والناس لا يفقهون لماذا هم منين من سخط الله بمكة. رب يزيد عليكم بلاء، لأنه خير ونازل وشرف وصعد وواقع حتى معنا. أنا مريتش أحمق منكم لما تبعوا الإسلام إلا من رحم ربنا، والله لم أجد. أنا بحثت الحمد لله فيما يخص عدة أمم سواء كالمعاصرة أو الغابرة، لم أجد إنسان أحمق كما وجدته في من يدعو الإسلام عامة، ما يعرف شيء من الإسلام، العادة تدرب عليها الله الله والله أكبر الله صلي على النبي، وهو لا يعيش لا لفظا ولا حرفا ولا جزء من جملة أو جملة مما يتصور به. مصيبة الناس تعم الشايع بالعربية، ناس في الدومات أتعس سوادا من الصعق، أعرف من الصعق لكن يتحرك أجزاء تحرك يوقع يهترف يسقط من البعض سميه صعق على تمام كلمة كبيرة أشي يقول ربي يا أيها الذين آمنوا ملطق ويحرص على سلامتكم، لكن انتم قليل الادب مع لا تتخذ الكافرين اولياء من دون المؤمنين. وليبريبو دي زاليي، والله الرابع منكم بيوم ما عطشوا الدنيا يسر عليا ابليس ويأسر على حبيبي، الرابع متاعكم تزدادوا في بالكم انتم نفعا لكم وياكم زيد وعدكم مع الله، يلعن الله العالمين جميعا والملائكة أصحاب الشأن عليهم السلام. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين منكم ولو ولا الله تعطيني في أي مكان توا في المسجد بتاعكم يكون المؤمن يصغى إليه يلتفت إليه أو يستدعى يسعى إليه، وين؟ إلا إذا كان عماه وصماه اللي في يده الناس مبيع جاءوا في بالهم مشيخ مجيبة إذا فيه ما أنا عرف كيفاش يتصرف وعرف كيفاش يحط الحق ويبطل الحق ويكشف عوراته
عورتهم في لا معقول، عورتهم في سوء الأدب الجنسي، في خيانتهم لبعضهم البعض. لا واحد منهم يعرف عن الكذب من أنفسهم. وبعد يقولوا نحن ممسخين، والله أنتم تسقطون فسادكم سقط عظيم. ظلم وأضلال، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكذب، وعادوا اليوم أتباع بالغيبة وأتباع بالعريض، عادوا بعد الخمس وراوا جبل الحقيقي على الركب حيث يومية. توعدوا بكل وقع لأنه اليوم خلال النزول فما سلطان يردع، أي سلطان أمة الإسلام وفماش. لكن نسيتوا اللي في النص قيدكم حركات مسكرة، وسجدوا عليكم وسجدوا عليكم الدنيا وقت. وإذا كهرب المولى أن نفتك بكم ستجرون للتحقيقكم المحاكمة الشرعية، وتراو جزاء اتباعكم للغيبة والعين وقحتكم مع جبلكم حين تراو الحق داهم عليكم. يعني اليوم الحق تراجع في اختيار وقتاش التغيير، وقتاش يولي عربنا على الشوارع وينعقون. قل بوق ماذا كان له، بوق صوتي ولا مرئي ولا إيحاء الكل. يا أيوة انتم النوع وقال يا حمد يا حمد مرسل بيب لروا يا مور لروا بيب لروا تكون وأنت من أنتم من السفلة من مكان اللي ما يزم شكل فيكم أي إنسان عبد مسك تعب. إذا وقعتكم خلاتكم اليوم تخرجوا جهارا وليس لغا، لكن الله سجل عليكم هذا الورى ذلك الآية الكريمة. ثم ويكون السلطان عليكم حين يريد أن يعاقبكم، هو سلطان نافذ ناجح من أسخاطكم، فلا أراد لسلطان أبدا ولا مقر لكم ولا مغيث. يا أي تجعل الله عليكم سلطان المهن حالكم تقول لإرادتكم أن يكون الله سلطان شياطين الإنس ومتكم تلبيسات شيطانية ادخلكم جنة الدنيا والآخرة. إن المنافقين وأنتم منكم هكا وهكا تمشوا مع الرياح وتلعبوا على الأحباب. إن المنافقين في الدرب الأسفل منهم، أنتم توقتوا وهي طالع طالع يعني كان مصالحكم هذا أعمال، هذا عمر، هذا العياذ بالله مانيش فاهم بتاعكم شكون سبب فيه غير شيء. أنا المنافقين الدرك الأسفل منهم ولن تجد لهم نصيرا، لكن رحمة ربي وصلتنا عند النصير والمعين واللي يمنك إلا الاستثناء الذين وإحنا هذا استحق أبو الجيبي ولا ابن عريس يحبوا الناس فيك لمصلحتها هي معروفة. ادخل في بوتقة المستغفرين اليوم والله يقبل ويفرح بذلك العود إليك إلا الذين بس.
سيدنا تاب من الحرب تبتلى وأصلحوا اللهم صلح بيني وبينك وبيني وبين نفسي وبين جيلي وجوليزي اكسبلوتي بفاسون بيرفكت يعني أنا استغللت بحكمكم باش ينتخبوني باش يخدموني ويكرسوا ويصالحوا وأصلحوا إلى الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله طلب العصمة تنفل تاخذ كي يتأهلك مما يطلبك من مآسي وخسارات وندمات إلى الذين تابوا وأصلحوا واستعملوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أو عشقهم قبل توبتهم إصلاحوا ريفورم وإخلاصهم قصدين صديق un véhicule pour Dieu, exclusivement pour Dieu. فاهمين اللي ما ستقدمون عليه هو عذابات لا نهاية لها إن لم هذه الآية إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله هذا ما أحب توبة أعمال الأخبار وأخلصوا دينهم لله أشتر من حاجة ترمي من وراها مسارة وربي بدلك سيئاتك عرمة استنى فيك لو تواصل هالجمع ذي خبيث كما واحد يدعي يدخل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحتطب بالعيب ينعبا ما عرش يدول تحط في الدفعة وربي عبون يلي دنيا على شر الحياة مسمم إلا الذين تابوا اليد اللي تزمن الماء بين الناس حرام هي وأهل أن تقطع ربي يعرف شكل حالك مش حاجة فقط يقطع حالك بسرطان يبدأ السكر من يقطع حالك مش لازم تكون حادث شغل ولا حادث وقطع الكلاع ولا حادث منزل لا لا عنده ربي ما شاء الله ألوان وأشكال بالعقاب باش يقطع حالك مما في مشروع برا رز هذا تعرف تعرفها كرشة ولا تعرف هو كما البعض مثل العالم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين أو ربنا داخل الجماعة المؤمنة أولئك راجع خدموا فيكم افهموا بالضبط ايش قاعدين نعملوا هذا القران مش مش عبث ربما يكرهم تقول القران والقران والقران هاكم في عبث لقطه من القمر بهي السكين اما نحن الجديين هذا القران نوصلكم الامان نبدي كما يريد الله وكما منا انجزها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الامين أنا أدى الأمانة بالأمانة فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجر عظيم ما يبقى الله بعذابكم إن شكرت وآمنت وكان الله شاكرا عليكم وبالك ولا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما اليوم السوء ما يسمع كلكم تغلبوا بعض وبيد أنكم بالإنهار لم يسلم لا القاسي الدل من شركم حتى أنفسكم هذا شرها منين أنتم مسلمين علاش تدعون ما ليس فيه هيا كوتو كلكم اليوم مختصين في جراحة المجهرية الأوردة والأعصاب والشرايين
إبراهيم وعلاج بعض من إلى المخير والمجر تقولوا أنه الشرجية دو بريمير كاتيجوري نحتاجنا دو تقل سهل هو ما بين القول الفعل الأرب جراية لكن تلقى من هو أسرع منها يأخذها غصبا ويرتهمها وكذلك القدر قضاء وكذلك حين نتصادم فيما بيننا سترون من نحن في ودار صبار بارك الله نشوفه والسلام على من اتبع الهدى.